تنسوا سوريا، لا تنسوا حلب. من كان له بالعم في هذا الظلم سيردع وسيسأل عن ظلمه. ما دام إخوتنا ليسوا في أمان، من يكون أحد في أمان؟ تلك هي الكلمات التي صدح بها الشرطي التركي مولود مارس 2018 بعد أن أفرغ رصاصاته في ظهر السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف خلال مشاركته في افتتاح معرض للفن الحديث بالعاصمة التركية بعنوان روسيا بعيون الأتراك. لم يحاول مولود الهرب أو تسليم نفسه، أراد على ما يبدو أن يعرف العالم لماذا قتل سفير روسيا. على وقع الصدمة التي أحدثها الهجوم، هرعت الشرطة التركية إلى المكان لتعلن بعدها عن مقتل مولود 2018 في اشتباك مع أفرادها. وقد كشفت معلومات لاحقة عن استخدامه لبطاقة أمنية مزورة في دخول المعرض. ويعد السفير الروسي أندريه كارلوف البالغ من العمر 62 عاما من الدبلوماسيين الروس المخضرمين، حيث عين في منصبه الحالي عام 2013، وكان قبل ذلك سفيرا لبلاده في كوريا الجنوبية. واللافت أن الهجوم يأتي قبل ساعات من اجتماع يعقده وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران في موسكو لبحث الأزمة السورية، وهو الاجتماع الذي سارعت كل من أنقرة وموسكو إلى التأكيد على أنه سيستمر وفق جدوله المعتاد رغم عملية الاغتيال. وكانت العلاقات التركية الروسية قد شهدت تحسنا كبيرا عقب أزمة الطائرة الحربية الروسية التي أسقطها الجيش التركي قرب الحدود مع سوريا قبل نحو عام. انضم الينا الان من اسطنبول احمد ويصال.